السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا اون فورم كما تشوفوا الفيديو ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو جوج ديال الوصفات. عندنا الوصفه الاولى غادي نديرو فيها انسالات متنوعه بالخضره، غنديروها بلي بات ديال البابيون، تجي زوينه في الشكل وتتعجب الوليدات وتجي منعشة هكذا وتليق لهاد الحرارة ديال هاد الوقت والرمضان. ودابا غادي نبداو في المقادير وطريقة التحضير. هنا كي تتشوفو عندنا الباربا مسلوقة، خيزو محكوك، بطاطا مسلوقة، مطيشة والخص. وبالنسبة لهاد العجائن ديال الفراشة اللي ديجا سلقتهم، تندير معاهم شوية ديال الزويتة ومليحة وشوية ديال البزار. داك البزار تيزيد واحد الإضافة ديال النسمة ديالو، تتكون حسن وحسن أن ترشو عليه من بعد، يعني فاش تطيب فيه تيدخل ديك النسمة لداخل. تنديرو عليها الذرة اللي ديجا حيدنا ليها الما ديالها وتنخلطوها بحال هكدا. تنزيدو عليها شوية ديال الزيت والطون اللي تنحيد منه الزيت ديالو. تنحركوها مزيان باش تمزج داك النسمة ديال الطون في لي بات كاملين. تنجيبو هكدا طبق التقديم وتنبداو ننزلو فيه الخضرة ديالنا بحاجة بحاجة. اخر حاجه تنزلو في الخضره هي الباربا، حيت تتصبغ هي تطلق اللون ديالها، عليها الواحد ما يسبقاش في البريزونطاسيون. وفي الوسط تنزيدو هادوك لي بات وتنبداو دابا نوجدو في الفينيكرات باش غادي نسقيو الراتا ديالنا. تنديرو شويه ديال البزار، شويه الملحه وشوية الكمون، جدا 6 ملاعق تقريبا، وتنديرو الزيت وتنزيدو شوية الخل. تنخلط الفينيكار ديالنا مزيان وتنبداو نسقيو الخضيرة ديالنا بهاد الطريقة. وبالنسبة للباربا تيوالمها كتر النسمة ديال الربيع، عليها تنخليو شوية من هاديك الخليط الفينيكات وتنزيدو عليه واحد شوية ديال الربيع وتنسقيوها هي بوحدها. وكإضافة هي هاد جنجلان اللي تيجي رائع مع الباربا، تيجي له كل زوين وما فيها باس نرشو حتى على الخضرة الاخرى. داك الكروكون ديال الجنجلان محمر، النسمة ديال التحمر ديالو تتوالم الخضرة، تيجي واحد المزيج زوين. وكإضافة للتزيين تنديرو هكذا هاد النجينات اللي قديتهم بفرماج ساندويتش، قطعتهم هكذا وتنزوق بهم بحال هكذا الشلاطة ديالنا. خلاص تيبقى زين ودغيساج اختياري، يعني كل واحد يزوق بالطريقة اللي عجبته بالطريقة اللي يبغي. وتنزيدو هكذا هاد الطريفات ديال البيض
حتى ما تزيدو من طرف السلطة. نديرو هكا 3 نقطات ديال الكاتشوب في القلب ديال هادوك النجيمات باش يجيو هكا داك الشيء وريطات، يعني هادو غير اضافات هكذا الواحد باش يزوق اكثر السلطة. وتستمروا هكذا حتى تنكملوا الطبق ديالنا وتيجي بحال هكا على هذا الشكل. وبصحة والراحة. وبالنسبة للوصفة الثانية غادي نقدم ان شاء الله كاقتراح للسحور الرز صفة، تيوجد يعني بسرعة وسهل، والأهم أنه تيجي بنين وخفيف، يعني كاقتراح للسحور رائع. غادي نحتاجو في المقادير عويدة ديال القرفة، واحد طويبة ديال السكر، والزبدة جهد معلقة كبيرة، شوية الملحة، والروز كلاسي اللي غادي ندير فيه هنايا تقريبا شي زلافة ونص ديال الروز. من بعد ما تنغسلو الروز مزيان تنديرو هكذا في واحد الكوكوت او طنجرة الضغط، وتنزيدو عليه الماء القياس ديال درنا مثلا زلافة ونص ديال الرز، يعني غادي نحتاجو 3 زليف ديال الماء، يعني المقدار ديال الرز تضربو في جوج. قلنا غادي نديرو 3 زليف ديال الماء، وغادي نزيد واحد نص زلافة باش يطيب الرز كتر، يعني متيبقاش فيه ديك القصوحية لداخل. وتنديرو عليه داك السكر والعويدة القرفة وديك الزبدة اللي عندنا، واللي ما بغاش يدير الزبده ممكن يدير الزيت، غير هو من الاحسن تكون الزبده حيت تيكون الرز فتي كثر وتعطي البنه ديالها. تنزيدو الملحه قياس ديال تقريبا معلقه صغيره، تنزيدو الكوكوت ديالنا وتنحطوها فوق البوطه لمده 10 دقائق فوق نار متوسطه، وتنقلبوا الكوكوت اللي حسينا مازال فيها شويه الماء ممكن نخليوها، ولكن بقاو ردين معها البال باش ما يتحرقش لنا الرز. ونطوندو يطيب الرز تناخذوا الزبيب تنديروه هكذا في اناء زجاجي وتنكبوا عليه الماء طيب باش يتنقى وتحيد منه داك التراب اللي تيكون لاصق فيه. تنحركوا بحال هكذا وتنخليوه يطلق داك التراب ديالو، تنكملوا ليه الغسيل بالماء بارد، وتناخذ واحد الطبسيل بحال هكذا وتنحاولوا نهزو هكذا ونعصروه مزيان باش يتحيد منه داك الماء. هذه اسهل طريقه باش ما تستناوش حتى يبدا يتسقطر بشويه عليه، هذه اسهل طريقه باش تحيد منه الماء ما يبقاش هكذا باش ما يفزكش لنا الرز. ها هو الرز ديالنا من بعد ما طاب كما كتشوفوا ناشف ما بقى فيه لا ما لا والو. تنحيدو منه دوك العويدات ديال القرفه، وتنزيدو عليه هذاك الزبيب، وتنحركوه مزيان تيتخلط داك الزبيب وسط الرز. هانتوما كتشوفوا يعني الرز جا مفرتت وما جا لا معصد لا والو. نبدا نحطو هكذا في الصحن ديال التقديم، وهكذا تيجي الشكل ديالو. انا درتو على شكل مربع، حتى تعرفوا الرز ملي تتكل بوحدو تيجي شويه ناشف، عليها تندير انا معاه حليب بارد، تنزيد فيه قطيرات ديال ما زهر، تتحركوه مزيان وتتقدم بهذه الطريقة. وهكذا تكون السحور ديالنا، يعني خفيف ومتكامل. نتمنى ان شاء الله تجربوه وما عاديش تنمو عليه، لانه فعلا رائع وخفيف وتيجي بنين. نتمنى الاطباق ديالي يعجبكم،
وبحال ديما ما تنسوناش من اللي لايك ولي بارطاج ولي كومونتير، وخليت لكم الراحة وبسلامة.